حياكم الله مشاهدينا من جديد. والسؤال الأهم زينب، تحبين الطيارات؟ أي أكيد، بس من أذاني تنسد لا. أتمنى أنزل بسرعة. طيب، إحنا معلومات يعني مهمة بالنسبة عن الطيران وعلم الطيران، إذا كان إلى مجالات اقتصادية أو حتى خدمية، يعني بعض ينظر إلها إلى ترفيهية، جوانب ممكن تتعلق بموضوع رقي البلد وإلى آخره. راح نتعرف على كل هذه الجوانب إحنا والسادة المشاهدين مع مستشار الطيران المدني المشرف العام لأكاديمية كردستان أستاذ فارس الجواري. نقول لك صباح الخير وأهلا ومرحبا. صباح الخير وأهلا وسهلا بك ومشاهدي أنارتي عربية. أهلا بك. طيب زينب، البداية وياك لموضوع أنه تنطينا نبذة مختصرة عن الطيران بصورة عامة. والله بالبداية أنه موضوع الطيران هو فد موضوع شيق، وكليتنا إحنا نحب نعرف شنو هذه الطيارة، خصوصا من تمر من فوقنا ونسمع صوتها ونتعجب انه هالجسم هذا الكبير او هذا او هاي الآلة الكبيرة واقفة بهذا الجو وتمشي بهالسرعة وبدون سقوط. هذا عالم انا اعتبره عالم بي من الخيال وبي من العلم، ممزوج بمزج سبحان الله. عالم الخيال انه هذا الشيء الكبير ليش ما يسقط واحنا عندنا قانون جاذبية؟ يعني اي واحد هسه يمكن يشمر له شيء بسيط يوقع بالارض راسا. خصوصا اذا هذا القلم هذا يوقع بسعر. ليش هذه الطياره ما توقع؟ دخل هنا علم الفيزياء. الفيزياء دخلت من خلال قوانين الفيزياء، قوانين برنولي وغيره، انه هذه الطياره بسرعه عاليه والهواء موجود ترتفع بقوه الرفع. واني دائما اقول خصوصا للناس اللي ما يعرفون في موضوع الطيران، تجربه بسيطه. كليتنا من نقعد بالسياره واريد اطلع ايدي من السياره من الشباك، السياره كل ما تمشي سرعه كل ما ايدي ترتفع لي فوق. فعلا. وهو هذا المبدا مال الطيران باسلوب مبسط جدا. السرعه هي هذه تولدها المحركات اللي بالطياره. وايدي هو جناح مال الطياره، كل ما يصطدم به الهواء ينقسم الى قسمين، الضغط يصير اقل من جوا اعلى من جوا واقل من فوق، تصعد الطياره لفوق. وهذا ممكن ان تتحكم بها انه تخلي ايدك ممكن ان ترتفع وتخلي ايدك ممكن ان بالضبط تهبط. لازم الفوق يكون دائما في على وضع محدب والجو يكون في وضع مستقيم. هذا بصوره مبسطه جدا هو موضوع الطائره. طيب احنا يعني انت تحدثت باسلوب علمي، فهذا يحتاج الى انه ممكن المشاهد راح يسال. نعم. راح يقول يعني الطيران والطيارات واحنا نشوف مطارات وطائرات تطير وغيرها، هو علم أكاديمي ممكن أن يدرس؟ نعم. الناس تسأل يعني. نعم. أكو بعض الناس يمكن هذه المعلومة ما تعرفه، لكن هواي ناس يمكن يعرفوها. أكيد. الطيران هو علم. حال كل العلوم اللي موجودة، الهندسة والطب والتجارة والاقتصاد، بس الطيران بخصوصية. يعني دائما إحنا بالعلوم وبالجامعات وبالكليات نعتمد على أنه نأخذ الشهادة وروح نشتغل. الطيران بأنه ما بعد الشهادة، يعني لازم احصل على الرخصه اللي تاهلني انه اقود طائره، او تاهلني انه ابدي الصين اسوي صيانه للطائره حتى اخليها جاهزه. هذا الموضوع احنا نسويه كنا قبل ولحد فتره قريبه جدا بالعراق، خارج العراق. بصراحه خارج العراق مو بالعراق، حتى ما قبل 2003 بصراحه. احنا كنا حتى اني اخذت كورسات مثلا جوز في مصر في فرنسا في غير مكان عده دول. حاليا هدفنا من شفنا هذا الموضوع انه احنا عندنا كفاءات قديمه عراقيه ماخذه شهادات، ليش ما نستثمر هاي الكفاءات بانشاء مدارس للطيران؟ جميل. هذه المدارس فعلا بدت، يعني اكو مدرسه هسه موجوده في بغداد باكاديميه العراق، مدرسه حاليا في كردستان انشاها احد رجال الاعمال من كردستان استاذ سردار. هذا الرجل اعتمد على اكاديميه عربيه، بس الأكاديمية هو بناها بإمكانيات العراقية، بمدرسين عراقيين بطيارات عراقية. فالسلطة من شافت هذا الموضوع قالت له تسوي أكاديميتك ما تحتاج. تتحدث عن سلطة الطيران المدني العراقي. نعم. احنا حاليا بس المعلومات كردستان والعراق تحت سلطة الطيران المدني العراقي. فهذا شجع انه هسه حاليا احنا راح نبدي بخطوات جاده انه نبني اكاديميه ثانيه في كردستان. والاهم من هذا كل شيء انه اكو مقومات نجاح الاكاديميه، واهم مقومه انه المطار. فاني عندي مثلا في سليمانيه الاجواء الطيبه والمطار التدريبي
مطار عربد وحاليا هذا المطار حتى في طور انشاء وتطوير وطبعا بجهود مديره من الرجل كابتن نوروز. هذا المطار التدريبي الوحيد اللي موجود بالعراق. يعني تدري انت مثلا هسه في اوروبا او في امريكا الطيران مثلا يتاخر، يعني الطالب من يتخرج يتاخر لفت سنتين او اكثر، هنا عندنا اجوانا ما شاء الله يعني نقدر نخلص الكورس مال الطيران بوقت اقل. فاحنا متاملين خير ان شاء الله بهاي الاكاديميات. نعم استاذ، احنا كمذيعين من نجي نلبس المايكات نحس بمسؤوليه. نعم. ان احنا الملايين حشوفنا. نعم. انت يعني ارواح الناس كلها بين ايديك، من تجي تلبس هاي البدله الحلوه الانيقه الله يسلمك تحس بمسؤوليه، تحس انه حياه هاي الناس اللي بالطياره. انت طيار حضرتك؟ انا مهندس صيانه وماجستير بإدارة الهلال بالإدارة الجوية. انا سمت البدله انه طيار نلبسها كليتنا احنا المهندسين والطيارين نفس البدله، وحتى المضيف الجوي تحس بمسؤوليه لانه هم حياه طبعا. وسلامه الناس هم راح تكون بين ايديكم. انا بالنسبه يعني احكي لك بتجربه شخصيه جدا، انه تدرين احنا حالنا حال اي مهنه نتدرج بيها، نبدي من مهندس بسيط او طيار صغير الى ان نوصل لهاي المرحله. يعني انا عندي خبره سنين طويله بديت بيها بمهندس، من كنت اشتغل في على صيانه الطائرات كان يعني يمكن اصعد بالطائره قبل ما اخلي يصعد اي واحد بيها، حتى الفني اللي يشتغل وياي ما اخلي يصعد بيها، اصعد وياها حتى اطمئن انه هاي الطياره اني قمت باعمال الصيانه الحقيقيه عليها. الطيار نفس الحاله، من يستلم من عندي اكو فد تشيك ليست يسوي وياي انه هل الطياره هذه صالحه، لان تدرين احنا مرات نقول الطبيب ممكن يكون مسؤول عن حياة إنسان في وقت واحد، بس الطيار والمهندس الطيران يكون مسؤول عن لا يقل عن 150 شخص، فهي مسؤولية كبيرة. احنا ممكن نكون مسؤولين مثلا عن خبر نذيعة، لكن ممكن أن الحكومة تصلح هذا الشيء من خلال وكالات الأنباء الرسمية وتعدل هذا الموضوع، لكن يعني احنا نتمنى السلامة والأمان لكل الناس. نقول أنه في فرضيات أنه صار خلل أكيد أرواح الناس في ذلك بس تعقيبا على موضوع الاكاديميات انا عندي سؤال طبعا. تفضل. عفوا على موضوع الأكاديميات. بس يعني موضوع الاكاديميات يمكن هسه الناس اللي يسمعون بالهم انه اللي يدخل الاكاديميه مباشره راح يتخرج كابتن طيار. نعم. احنا نريد نعرف اقسام هذه الاكاديميه، هل فيها اقسام مختلفه؟ هل ممكن يتخرج كابتن طيار وممكن يتخرج مثلا بقسم ثاني، ممكن يتخصص باقسام خدمية في هندسة الطيارات وغيرها وموضوع الصيانة؟ لو هو بالضبط قسم هذا اللي ردت انه هو الافكار الواحدة يعني العفو لا بالعكس، موضوع الأكاديمية الطيران انه هو بالضبط احنا هي تدرج حتى بالتدريس حتى بالتدريب. يعني الطيار خلي احكي لك كمثل على الطيار، الطيار اول ما يبدي يريد يصير يجي الشاب حتى يقبل انه يريد يصير طيار، بعد ما ينجح بالفحص الطبي وتكون عنده شهادة على الأقل سادس الإعدادي راح يبدي يدخل على كورس يسموه رخص، كورس يأهله للحصول على رخصة الطيار الخاص. ماكو طيار في العالم كله ما عنده هذه الرخصة. هذه الرخصة أنا أشبهها بالضبط مثل رخصة قيادة السيارة، يعني هسه جنابك أو الآنسة أو أي شخص آخر حتى لو عمر كبير يكون يقدر هسه يروح يكمل فحص طبي ويدخل عندنا باي مدرسه او اكاديميه ويحصل على هاي الرخصه ويقدر يقود الطائره. هذه الطائره مسموحه لها يعني كل الاجواء حتى حاليا يكون دوليه. القانون العراقي يسمح للعراقي بامتلاك طائره بس مو هليكوبتر ثابته الجناح. انا اقصد انه هذه الرخصه هي معترف بها يعني مثلا خارج العراق، يعني في دول اخرى اذا يقود طياره؟ لا حاليا الرخص مالتنا معتمده فقط من سلطه الطيران المدني. بس احنا نتامل او نهدف او عندنا امكانيه يعني نسوي يعني شلون نقول اتفاقيات جون فنشر ويا اكاديميات اوروبيه وامريكيه واحصل على الرخص مالتهم امينه حتى اخلي المتدرب انه يقود الطائره خارج العراق. فحتى لا اطيل بالموضوع انه البي بي ال من ياخذه ب 40 ساعه طيران، هاي 40 ساعه ممكن يخلصها احنا بسليمانيه نخلصها يجوز باربع اشهر، في حين في اوروبا يمكن يخلصها بسنه، اجواءهم مو دائما طبيعية للطيران. فلذلك هو شوف الميزة بين الطيران، هم برجع الميزة بين الطيران والعلوم الأخرى أنه أنت تعتمد على تدريبك، فأنت من أخذت 40 ساعة بعدين تتحول إلى مرحلة أخرى هي مرحلة يسموها رخصة الطيار التجاري. هذه الرخصة عبارة عن 185 ساعة طيران، هاي 185 ساعة بعد ما تأخذها
يمتحنك بها أبو السلطة ويعطيك هذه الرخصة، أنت صرت طيار تجاري بس مو طيار متخصص على نوع من أنواع الطائرات. لازم بعدها تدخل إلى مرحلة أخرى يسموه مرحلة التايب ريتينج. التايب ريتينج هو الاختصاص. العفو، هذه الرخص ما تأهل إلى أن يعمل أو مثلا يقدم لشركات طيران لحد ما وصل هذه الرخصة مال الطيار التجاري تأهله. أها. الطيار الخاص من حقك أنت تقود طيارتك وتشيل وياك أصدقائك، هذا القانون موجود، قانون المنظمة الدولية للطيران المدني، 4 نفرات بكيفك تقدر تأخذ منهم فلوس الوقود يعني سامح لك، بس ما ممكن تأخذ منهم أجرة. في حين الطيار التجاري يأخذ لا الرخصة ويبدي يتأهل، يعني أكو هسه مثلا شركات تأخذ هذا الطيار التجاري تعينه عندها براتب بسيط وتبدي تبني له ساعات طيران، لأن الطيار حتى يوصل كابتن طيار وتعتمد عليه أنه يقود البوينغ أو الإيرباص لازم عنده 1500 ساعة طيران. فهي 1500 هذا عمر، العمر هذا ممكن 5 سنين أو 6 سنين أو 10 سنين عندنا. فاللي ما قبل هذا يعتبر يسميه إحنا الكوبايلوت أو الفيرس أوفيسر أو مساعد طيار، خلينا نقول يقعد يم الطيار يبني ساعات طيرانه ويتأهل أنه يوصل بهذه المرحلة. إحنا حاليا كل الأكاديميات اللي انفتحت هنا في بغداد أو في كردستان تأهل للأساس بس مجرد الأساس. طموحنا، وحاليا أنا بصراحة يعني إذا تسمحوا لي من خلال قناتكم بالتأكيد إحنا عندنا عندي هدف، هذا الهدف هو بناء مدرسة عراقية لعلوم الطيران. بصراحة بديت بها بخطوات من خلال الفيسبوك، أحاول بها أجمع كل الكفاءات اللي عندنا العراقيين اللي موجودين من طيارين من مهندسين من كل الناس اللي يعملون بالطائرات، أنه نجمع نفسنا، قانون عندنا يجمعنا، قانون سلطة الطيران المدني العراقي اللي هو 148 المادة 21 تأهلنا أنه نبني هيك مدرسة، والحمد لله وشكر الإمكانيات والناس والهذي نقدر نتساعد بيناتنا نسوي مدرسة نبدي بها بالأساس ونوصل إلى مرحلة الاختصاص منها. فهذا طموحنا المستقبلي وإن شاء الله بدينا به وإن شاء الله نوصل. هذا طموح جميل يعني. نعم. إحنا أيضا نشد على يديكم ونقول نتمنى لكم الموفقية، لكن زينب أكو جوانب أخرى يمكن بعلم الطيران. شوف دائما اقتصاد، إحنا دائما من نجي على الدولة الاقتصاد القوي في أي دولة واحد من أساسيات هذا الاقتصاد هو الاعتماد على النقل الجوي أو على قطاع الطيران بصورة عامة، لأن قطاع الطيران هو عبارة مو عبارة عن نقل جوي فقط، هو نقل بضائع. إحنا عندنا الشحن الجوي نقل بضائع، عندنا أمور أخرى ممكن نستفاد من عندها من الطائرة بالطائرة وهي موضوع السياحة. يعني المدينة خلينا نقول حضارة المدينة وازدهار المدينة يكون بعدد مطاراتها. فعلا في عدد مطاراتها، شقد عندك مطارات بالمدينة، هاي المدينة مزدهرة ناسها تجي زوارها يعني كل العالم تحب تجيها. يعني أنا هسه مثلا كردستان في سليمانية عندنا مطارين، أنا أتمنى يصير في كل محافظة بالعراق مطارين، وعندنا هسه مثلا أكو هيك إمكانيات مطار تدريبي ومطار مدني، هذا ممكن يعني تأهل تطور به اقتصادك، لأن الاقتصاد هو ممكن واحدة من جوانبه هو هاي المدارس. أنا مكان ما أخلي الطالب العراقي يطلع للأردن أو يطلع للإمارات أو يطلع لغير دولة، ليش ما أهله يمي وانطي الشهادة؟ هذه أنا سويت وفرت للاقتصاد، سويت قطاع طيران خاص. أنا مكان ما أجيب طيارات من برا أنا عندي أجيب. شفت ردود الأفعال تجاوبوا وياك؟ أكو تجاوب. أكو تجاوب، وأنا أتمنى من كل الناس اللي عاملين بهذا المجال يتواصلون وياي على صفحتي اللي هي تجمع كفاءات الطيران العراقية حتى نبني هذا المشروع اللي هدفه هو يعني نحقق حلمنا. جميل، راح أخلي يعني أبو زوجتي يتواصل أيضا وياي. يعني هو أيضا طيار. لا هو طيار أصلا، طيار سابق لكن طيار حربي يعني هو كان. إحنا نعود إلى هذه القضية، قضية أنه أي أكاديمية ممكن تحتاج إلى يعني محاضرات نظرية وعملية. نعم. العملية المهمة موضوع نعم. الطيارات. نعم. يعني موضوع صعب جدا، طيارة أن تجيبوها تشتروها يمكن تخلوها لو شلون تأجبوها لو أنتم عندكم يعني وسائل أخرى. والله شوف، هو موضوع الطيران الابتدائي خلينا نقول هذا الأساسي خلينا نقول عليه اللي هي الرخصة مال الطيار الخاص، هذه تحتاج لها إلى طيارات صغيرة. هذه الطيارات معروفة بالعالم أنه محرك واحد وسعرها
يعني تتوقع انت سعر طياره بسعر سياره؟ يعني موجوده حاليا الطيارات بسعر نفس هاي الطائرات هاي اللي يسموها المرشات الزراعيه لو تختلف عنها. هسه احنا حاليا مثلا في يعني في وقت هو قال لي على اسم طياره إيكاريوس. كل ما نقعد احنا يحكي لي على موضوع الطياره او السيزنا. عندك السيزنا 172 سيزنا 172 هسه سعرها ما يتجاوز او ما نقول ما يتجاوز لان هي كل ما تتحدث وكل ما تنزل بها اجهزه حديثه يصعد سعرها، بس ممكن تحصل ب 75 الف دولار اللي هو بسعر سياره السياره عاديه هسه اللي هاي مثل اللاند لوفر يمكن سعرها اعلى من هذا. سيارات الموديلات الفخمه والموديلات الحديثه، بس انت راح تجيب طياره راح تدرب بها ناس، راح تدرب بها طيارين، ممكن هو الشخص نفسه. يعني انا هسه عندي اشخاص طالبين يعني بمستويات معينه ويجي لك مردود مالي له ممكن انه اكيد لا بمستويات معينه يحب يجيب له طياره يوم الجمعه يصعد بها واصدقائه يفترون فوق السليمانيه فوق كردستان، هذا من حقه، قانون يسمح له واحنا نقدر ناهله، فليش ما نسوي هذا الشيء؟ وهذا طبعا موجود في معظم الدول الاوروبيه والامريكيه وحتى العربيه هسه حاليا. انت جنابك اذا تطلع باي دوله عربيه تلقى هذا الموضوع موجود. فالمردود الاقتصادي للاكاديميات راح يصير مردود بجانبين، جانب انه يقلل الكلف على المتقدمين يعني كلفه الاقامه وغيرها، وجانب انه المستثمر راح يستفاد من هذا الموضوع. حابه اسالك بالنهايه شلون شايف وضع الطائرات بالعراق؟ راضي عنه؟ والله حاليا انا دا اشوف اكو خطوات حلوه، يعني حلوه في طور انه نتقدم للامام. يعني انت بتخلي لي مقارنه ما قبل سنتين او اكثر لا اقول لك احسن، يعني بدينا نتعافى، بس هل هو هذا مستوى الطموح؟ اقول لك لا، بعدنا ويراد لنا بعد. يعني احنا ابسط شيء ولو حتى ما اخذ من وقتكم، احنا مكان شركه خطوط ناقله حكوميه وحده، ليش ما نعطي مجال لشركات خاصه تجي تبني، بس تبني على اساس وعلى منهج علمي صحيح انه تجي تنافس. لان الان كراكب وجنابك وجناب الاستاذ يريد مثلا يريد مثلا دقة بالمواعيد اثناء ابحث عن الافضل الي بالنسبه من ناحيه الخدمات، واحيانا ممكن واحد يبحث عن الانسب له. فاني افضل يعني واتمنى هذا اتمنى، وان شاء الله يعني اشوف المستقبل ان شاء الله رايح للخصخصة. مرات تتاخر الطياره 5 ساعات والناس تظل محبوسه بالمطار بالتالي، وتجي الطياره اصلا تعبانه. هسه حاليا الخطوط بدت تحسن نفسها، بس مو بمستوى الطموح. طيب احنا يعني نتمنى لقطاع الطيران بشكل عام بالعراق عندنا التقدم والنجاح، ونتمنى لافكارك وايضا للاكاديميه التطور والازدهار، وان فعلا ان تنفذ هذه الاكاديميه من خلال ما تتمنى ومن خلال ما ايضا الكتب اللي انت يعني مؤلفاتك وتاليفاتك لموضوع علم الطيران. سعدنا بهذا اللقاء وياك مستشار الطيران المدني المشرف العام لاكاديميه كردستان استاذ فارس الجواري، كنت ضيفا عزيزا من خلال. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.